لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كالعادة يا سادة الأهلي مصدر السعادة، الأهلي هو البطل دائما أبدا، الأهلي بطل كأس مصر لكرة الطائرة رجال بعد مباراة قوية وكان فيها ندية كبيرة من نادي طلائع الجيش. انتهت أشواطه كالآتي: 25-17، 25-20، 25-23. ألف مليون مبروك النادي الأهلي، ألف مبروك، ألف مليون مبروك الكابتن محمد مصلحي واللاعبين، ألف مليون مبروك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، ألف مليون مبروك جماهير النادي الأهلي العظيمة.